اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. أحينا على سنته، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حظه، ولا تخلنا من شفاعته يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم نور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنة الخلد. ذكرنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم اهدهم لأحسن الأقوال وأحسن الأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. اللهم حبب إليهم الصالحين، اللهم قرب إليهم الصالحين، اللهم قربهم من الصالحين، اللهم باطل إليهم الشياطين، اللهم باعدهم عن الشياطين، اللهم اجعلهم من الصالحين المصلحين والهداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم أدم على قسطنطين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وأمنها وسلامها ووحدتها واجتماعها وجماعتها وولاة أمورها وعلماءها ومشايخها ونساءها ورجالها وصغارها وكبارها، واجعلها بلدا مباركة آمنة مستقرة ساكنة. اللهم بارك لها، بارك لهم، وافتح عليهم من بركات الأرض ومن بركات السماء يا رب العالمين. أنزل عليهم من بركاتك يا رب العالمين، أنزل عليهم من بركاتك يا رب العالمين، أنزل عليهم من بركاتك يا رب العالمين. واغفر للحاضرين أجمعين، اللهم اغفر للحاضرين أجمعين، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة المباركة، في هذا الاجتماع المبارك، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. ونسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا وأن تهدينا وأن تصلح أعمالنا وأن تصلح قلوبنا وأن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك خير المسألة وخير النجاة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك ومنك وفضلك وجودك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.